شنو المشاهدات اللي ما زلت تستذكرها؟ الشخوص، المناطق داخل مدينة الثورة، وإحنا نعرف أنه مدينة كبيرة جدا. هذه كثيرة وكتبت عنها كثير يعني. نعم. كتبت عنها بسن مبكر مسرحية اسمها هاجر، فزت بيها بجائزة التأليف والإخراج بال82، وكان عمري 19 سنة، يمكن 81. نعم. كان عمري تقريبا حوالي 19 سنة يعني. كنت أسست فرقة اسمها فرقة الأندلس التمثيل في اتحاد نساء، يعني قبل نبحث عن حاضن، عن كفر صح يحتضن الفرقة حتى يوفر لها الدعم المادي وال نعم. يعني اللي تقتضي آليات الإنتاج في المسرح. فهذه أنا أحفظ الكثير من الوجوه، وأنا صح ممن لا ينسى يعني، والحمد لله. الحمد لله. وأحفل بذاكرة لهذه الوجوه، وجوه بملامح أتبينها، أتفرسها، أتحسسها، أستشعر وجودها دائما، كأنني من لم ينطق منهم ومن لم أسمع له صوتا صرت أسمعه لاحقا. الله. صرت يعني أهجس كل لواعجه بأثر رجعي، يعني صار أحدهم أنا أطلقت عليه جزافا يعني. نعم. قلت هذا أبو زهية، وصرت أسأل وأذكرهم بواحد ملامحه كذا، أحمر طويل ممشوق القامة، لباسه هالشكل وهالشكل. فاتفقنا، عرفوه. نعم. استدلوا عليه، عرفوه، قالوا إيه هذا كان رجال بالمنطقة الفلانية. قلت لهم هذا أبو زهية. هم صاروا معي يقولون ما أقول يعني، أبو زهية. صرت أسأل عنه وأحكي لهم عنه وأخلق حكايات وأخلق حواديت من يعني من ذهني. الخيال. نعم. طبعا هم لو يريد يمحصوها أو يريدون يتجرؤون علي بالقول أطلع أكبر كذاب. شكرا أستاذ لهذه المعلومات الجميلة والقيمة وهذا السرد الجميل. نذهب أنا وياك لمحور آخر، ومحور التواريخ المهمة يعني. وجنابك في سنة 77 دخلت معهد الفنون الجميلة. صح. كيف كانت التجربة وين تكمن صعوبتها؟ هي التجربة كانت حقيقة تمثل بالنسبة لي يعني رأس الرمح، تمثل بالنسبة لي كل مطمحي آنذاك. نعم. يعني كان الدخول بوابة مشرعة لأن أفترش حلمي واسعا، لأن أتمدد بعيدا يعني في حلمي، يعني كأنه كان الحلم مرتهن بهذه الخطوة أولا، لأنه أنا بسن مبكرة بالخامس ابتدائي والرابع ابتدائي كنت أسوي فرقة من ابن خالي وجيراننا وأقراني مهووس في المسرح من وقت يعني. إيه هاي هاي مشكلة يعني. فكنا بركن البيوت بالزقاق الشعبي، ركن البيوت صاير على ساحة مفتوحة.